في 2 أغسطس من سنة 1990 دولتان عربيتان دخلتا في حرب مقيتة حصدت معها آلاف الأرواح وخلفت أثرا بليغا في نفوس العراقيين خاصة وفي نفوس العرب عامة. جمعت بين الكويت بزعامة أميرها الشيخ جابر الأحمد وبين العراق بزعامة رئيسها صدام حسين. بدأت هذه الأزمة في 18 يوليو من نفس السنة عندما اتهمت بغداد جارتها بسرقة النفط في حقل الرميلة جنوب البلاد وطلبت بتسديد حوالي 1 مليار يورو، فما كان من الكويت إلا أن نفت كل هذه الاتهامات وردت بأن العراق هو من يحاول حفر آبار النفط في أراضيها. وبين البلدين عدة خلافات أخرى، ولكن قضية الحدود المعلقة منذ استقلال الكويت سنة 1961 هي الأكثر تعقيدا. وهكذا بدأت حرب أسقطت العراق في أزمة لم يستطع الخروج منها إلى الآن. ولكن ما علاقة كل هذا بالرئيس الأسبق المصري حسني مبارك؟ ولماذا كذب صدام حسين على حسني مبارك خلال زيارته في بغداد وقال له أنه لا ينوي غزو الكويت؟ فأما غرض الزيارة فكان إصلاح ذات البين بين الكويت والعراق. كل هذا سنراه في حلقة اليوم. القاهرة في 4 من صباح اليوم 2 من أغسطس سنة 1990 استيقظ مصطفى الفقي سكرتير الرئيس المصري السابق حسني مبارك على اتصال هاتفي من السفير المصري في الكويت السيد سعيد رفعت يبلغه أن القوات العراقية احتلت حقل الرميلة وأنها تزحف الآن نحو الكويت. بعد ذلك تلقى الفقي اتصالا آخر من السفير الكويتي بالقاهرة عبد الرزاق الكندري يطلب منه إيقاد حسني مبارك فورا لأن العراقيين في قلب العاصمة الكويت. أيقظ الفقي مبارك وراح ينقل له ما بلغه من معلومات، فسأله مبارك مدهوشا: هل هي عمليات؟ هل الحدود؟ أجابه الفقي: إنها عمليات في العمق، وأن القوات العراقية قد احتلت قصر الأمير وقصر ولي العهد ووزارتي الدفاع والداخلية. وفي 24 من يوليو كان قد تدخل حسني مبارك لإصلاح ذات البين بين العراق والكويت كما قلنا في أول الفيديو. وفي مطار القاهرة التقى وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل مبعوثا عن الملك فهد بن عبد العزيز مدة ساعة قبل أن يتوجه إلى بغداد لمقابلة الرئيس صدام حسين. كل هذه الأحداث قبل غزو العراق للكويت. وفي بغداد التقى مبارك صدام وكان أغلب الاجتماع شكوى عراقية من الكويت، ولكن حسني مبارك طلب من صدام حسين بحل المشاكل بالحوار وفق تصريحات تلفزيونية كررها الرئيس المصري أكثر من مرة. ويقول مبارك أنه تحدث مع صدام وسأله أسئلة صريحة: هل تنوي الهجوم؟ فقال له صدام: لا، ولكنه طلب من حسني ألا يخبر الكويت. وظل مبارك معه لساعات ثم توجه إلى الكويت. ولكن مبارك فوجئ في الطريق بتصريح وزير الخارجية العراقي آنذاك طارق عزيز أن مبارك تناول العلاقات العراقية المصرية وأنه لم يتطرق إلى أزمة الخليج. هنا وقف مبارك مدهوشا: ألم يكن غرض هذه الزيارة هو إصلاح ذات البين بين العراق والكويت وأننا لم نناقش أبدا العلاقات المصرية العراقية؟ فما الذي يقوله وزير الخارجية العراقي؟ وفي الكويت التقى مبارك أميرها الشيخ جابر الأحمد الصباح وأبلغه أن صدام لن يهجم. لذلك عندما وقع الهجوم لم يصدق مبارك وقال أنه لا يصدق أن دولة عربية تدخل لاحتلال دولة عربية أخرى. ناهيك عن القرب الجغرافي، الوحدة الدينية،
الوحدة العربية، وفي كتاب حرب الخليج أوهام القوة والنصر للكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، يحكي نقلا عن مذكرة الرئاسة الجمهورية أن ملك الأردن الراحل حسين بن طلال سأل مبارك بعد الهجوم وقال له: ألم تتصل بصدام ليعرف ما الذي يحدث؟ لماذا يغزو صدام الكويت؟ ما الدافع لغزو الكويت؟ فقال له مبارك بأنه لم يتصل بأحد في بغداد لأنهم سيكذبون علينا مرة أخرى، لأن المرة السابقة كذب صدام على حسن مبارك وقال له أنه لن يهجم على الكويت، ولكن ها نحن نرى الآن واقع العراق والكويت في أزمة الخليج. وأضاف مبارك أنه لا يعرف ماذا يقول للناس في العالم، فهؤلاء الناس إما أنهم سيتصورون أنه خدعهم لمصلحة صدام حسين، أو أنه نفسه كان ضحية خداع لصدام، وكلا الأمرين سيئين. إذن كانت هذه واحدة من أغرب الوقائع التاريخية ما بين الزعماء العرب، والتي يتقاسمها ثلاث أطراف: الكويت، العراق، ومصر، وبالأخص مصر والعراق. فأجبنا كيف وهل صدام حسين خدع حسني مبارك عندما قال له أنه لن يهجم ولن يغزو الكويت. إذن كان هذا هو الفيديو، أراكم في فيديو مقبل في تاريخ مقبل، ربما لرئيس أو لدولة عربية أخرى. سلام.